بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بداية مبروك تونسي على الانتصار. بالنسبة لنا احنا صلاح الأخر، إن شاء الله نديروا شيء هذايا في الجولة الجاية، أباتير الجولة الجاية. الحاجة اللي هي معناها اللاعبين اليوم كان ثم ريكسيون، كان ثم روح، كان ثم معناها نجموا نبنيوا برشا حاجات اليوم، خاصة معناها من بعد 30 دقيقة، لأن بداية المباراة ما كناش باهيين في الفلاسمون تاعنا، ما كناش باهيين في التمركز تاعنا. ثم 25 دقيقة 30 دقيقة كان الفريق التونسي كان يمثل قادر وأنه يحدث الفارق فيها. بعد 30 دقيقة ولو أنه قبلنا هدف من بعدها ضربة جزاء، تمكنا في الرجوع في المباراة وتسجلنا. دوزيام ميتون شفنا تقريبا ما كناش مدوجين براتيكمون، ما جبناش معنا تحميل، ما عملش بارا دوزيام ميتون. بالعكس نحن جاتنا كيلكو سيتياسيون اللي كانوا نجموا يتحولوا أهداف، هجمات مرتدة دي كونتر أتاك اللي كنا 4 كونتر 2 تقريبا 4 كونتر 3، ولا ديسيزيون الأخرانية كانت خايبة، ما كانش في الوقت المناسب، التايمينغ خايب. طبيعي جدا وقت معناها تضيع ديزوبورتينيتي كيما هكا مع فريق كيما الفريق التونسي اللي هو معناها تعرف الوضعيه اللي فيها، معناها فريق معناها ممسوس عنده اسبوع تقريبا، معناها كوت كوت يحب ثم رد فعل شفناه في الاخير معناها في التوزيع، ولو انه الهدف نعاودوا الكور معناها نزيد نثبتوا فيه، لانه ثم مس من اليد. دونك بون معناها نمشيو للبار، والبار كيما الفار كيما التونسي كيف كيف. دونك ولكن في الاخير المردود تحسن تاع المركز الثالثي سي فري، اليوم ما عملناش ريزلتا اللي جينا على خاطرها. ان شاء الله نبداو شيء هذا في المباراه الجايه، خاصه نبنيو على اخر ربع ساعه نتاع الشوط الاولاني والدوزيام ميتون. معناها اللي يعقل في رمضان في نهار جمعه، معناها في رمضان في نهار جمعه في اخر رمضان نلعبوا ساعه ونص، معناها اليوم كان ينجم يموت واحد في التيران، معناها باش نوقفوا نحن الماتش تاع الظهر ونوقفوا الشامبيونا ونبدلوا رؤيتنا للشامبيونا، لازم واحد يموت في التيران. لأن اليوم عندك لاعبين صايمين. سي فري باش نكونوا واقعيين مش من السكوب صايمين، لكن من نحن من الاخرين من الاكسبيرونس، ولكن ثم لاعبين صايمين. صايمين ما ساعة ونص في النهار في آخر رمضان في آخر أسبوع رمضان أو وقت الاثنين، معناها كل تيرنا كافي. شفت حتى الروندمون، شفت ماتش فقير فنيا. فقير فني مش حاجه كبيره مستوى كبير، ثم سي فري ثم البلاسمون ثم شويه تكتيكمون الملاعبين، ولكن فني ما ثمش حاجه كبيره، لانه بالطبيعه الطبيعي جد من رمضان يخلي الاي سي كان تاعو هذا قوس جوس صغير فتحته مره اخرى. ان شاء الله نحن نداير الامور في الاسبوع الجاي ان شاء الله. ربي يخرج الكل نلعبوا ضد فريق ترجي تونسي كبيره في تونس الاسبوع الجاي على ارضيه بلادنا، اكيد جدا مهم. ثم الكانز بين ميتمانيا جوست نشوفوا، وسيرتو نرجعوا زاد الولاد تعرف اليوم اون بيريود تاع دوت الشهرين هذوما الاخرين، لانه المعنويين كانوا مبسوطين، معناها ما رجعوا فيهم شويه الروح، كان بعض الماتش الاخرين تاعهم منهم. دونك شفنا لاعبين وداو امنوا شويه، هذه حاجه. الحاجه الثانيه زاد كيف معناها بريمير ميتون بعد 25 دقيقه البلاسمون تاعنا كان بعد، وحتى صغير السن تاع بعض اللاعبين مش بعض تاع اغلبيه اللاعبين ساهم زاد في ممكن هكا ال 15 دقيقة الأولى ما خرجناش قدام، ولكن بعد دقيقة خرجنا قدام سجلنا، والشوط الثاني قبل ما ناكلوا الهدف مع اللي كانت عندنا لي زوبورتينيتي باش نسجلوا قدام، كان شفنا أربعة ضد اثنين وثلاثة نتاع حازي وشوات وشادي مع ثلاثة ضد اثنين أربعة ضد ثلاثة، دونك كنا كان ثم عندنا حالات كنا لازم نسجلوا منها، فهمت؟ دونك ما استنيناش، وهذاك تو كل ما تعرف اللي كما قلت لك أنا 12 جور ولا 13 جور انسوفيزون. ثم الكاليتي موجوده في السيمانه السياسي، اللاعبين هذوما عملوا مباراه اليوم باش ما نقولش كبيره ما نضخمهاش، ولكن على مستوى محترم على الاقل، يشجع يعطيك امل في القدام، ونجموا نبنوا فريق، وان شاء الله نديروا العثره هذه. انا بالنسبه لي انا عثره، لانه يعني السياسي فريق كبير خساره، ولا انت مع عثره بالنسبه لي، ان شاء الله نديروها في الاسبوع الجاي ان شاء الله. باش ما نقولش والله هي خايبه 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 برشا، خاصه نفسانيه. خلينا من الامور الماديه من الاخرى، كانوا نفسانيين انا كنت عندهم معناها ممسوسين على الاخر، وديجا مشيت معناها في اول كونتاكت او ثاني كونتاكت لقيت فريق، لقيت مجموعات، فريق تعرف فريق هو فريق اسمه كل الكيب، معناها الكل الناس كل مع بعضهم تحسهم يخدموا مع بعضهم يخدموا مع بعضهم والطموح يكون مع بعضهم، قلت مشيت ما تقدرش هذا. دونك من بعد بشويه بشويه اخذنا من لعبيه كل واحد وحده، تحسن الظروف شويه، الاداره زادت بدات مجهود من ناحيه الامور الماديه مع الكاليفيكاسيون تاعنا البلاي اوف ولا مش نجاز من الاسم ديالنا، زاد تحسن الامور مع نحكي معاهم كلهم نحكي معاهم الحمد لله، لاعبين ولو امنوا رجعوا لنا، عندنا لاعبين سي فري ما عندناش ليكيب الكبيره بور لو مومون، لكن عندنا لابارت اللي نجموا نعملوا منها
فريق كيف جديش مش جديش عن لاعبين في الدائرة، ما كانت مش حتى مولا الدعم اللي هو الكوميسير ولا كافيه ناشي حتى اللي جو توش في بيرو، هي ما تكلمتش حتى كلمة معه. أنا مش جديش مش بعض اللاعبين دي خطر عنا مش نوصل كده كم شو سان شو دونك بس نحن نقول يبيتي لكارتون جون ولا لسانسيون ولا اللي هو يسالني أنا جاي نجي دونك إلا أنتيسيبي ديريكت معناها دونك ما استناش الفعل نتاعي أنا دونك رد الفعل ديريكت إلا أنتيسيبي بكارتون جون إن شاء الله معايا شوف الأمور لأنه ما كلمتوش الكل ويعرف هذا حتى معناها مولدام يعمل لي سيدري وجيتوش كيف يعمل سيدري دونك ما كلمتوش أنا مشيت بعد لعبتي باش ما تلقاش عقوبة عليهم.